استقبل وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري. تناول اللقاء مختلف الجوانب الخاصة بمسار المناقشات الجارية في مؤتمر المناخ، سواء في المفاوضات الرسمية بين الدول أو الندوات والفعاليات المنعقدة على هامش المؤتمر خلال الأيام الموضوعية المختلفة، حيث أعرب المبعوث الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في الكثير من تلك الفعاليات.